بابيش طويل 100. سمعونا الصلاة على النبي. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. الثلاثاء 23/5/2023. بارك الله في الأخوة فاعلين الخير، رحمة الله على الحج أبو أحمد، رحمة الله على الحج أبو عماد، الله يتقبلهم يا رب، الله يتقبلهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. إحنا الآن في غزة في منطقة الصناعة كلية الوكالة في مسجد النخالة في شارع الرئيس. هذا البير بغمض 59 متر. طبعا بارك الله في الجميع اللي اشترينا منه، اللي اشترينا منه الكاب الراعه، والشباب اللي حفروا البير راعوا، والراجل اللي اعطانا اللي اشترينا منه المضخره، بارك الله وبارك الله وبارك الله في يعني الشباب لجنه اعمار هذا المسجد، ما قصروا من اكرام وما قصروا في اي حاجه. الله يجزيكم، بارك الله فيكم، جزاك الله كل خير، حسناتكم جميعا. طبعا يا ابو محمد ويا ابو احمد، انتم الحين في اعمار هذا المسجد، هذا البير امانه في رقابكم امام الله سبحانه وتعالى، تستخدمون للجيران للمسجد لاعمار المسجد لمحطه التحليه، هذا البير في رقابكم امام الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. وين ابو احمد؟ الله يقدرنا على يد المسجد. يلا ابو احمد يلا بصخر، تعال هات خير. ما شاء الله حلوه، ما شاء الله حلوه زي العسل. ما روح ابو صخر عند ابو محمود، يلا روح توكل على الله. الله يجزاك الخير يا عم ابو خالد، الله يتقبل منكم يا رب، الله يا رب يتقبل. رحمه الله على جميع اموات المسلمين، والله يغفر لنا يا رب. يلا ابو محمود، يلا بسم الله. ابو صخر واسطه قبل هيك 2000 شيكل تحت الحساب، وهي يا عمي 2000 شيكل، عد يا عمي مالك، هيك واصلك 4000 شيكل، عد يا عمي مالك. طبعا هذا احنا للمتبرعين، هي مالهم وين راح؟ اما انتم عنوان للثقه والامان، الشباب راعوا جزاهم الله كل خير. اول حاجه بنشكر بارك الله فيهم اخواننا ابناء المرحوم العم ابو رزق الواوي، يتبرع معنا 4000 شيكل، وبارك الله في اخونا ابناء المرحوم اخونا ابو عماد ابو لحيه، تبرعوا معنا 3550 شيكل حق هذا البير، وبارك الله فيهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.